نظم الاتحاد المركزي للجودو بالتعاون مع اتحاد ذي قار الفرعي بطولة المنطقة الجنوبية للأشبال والناشئين، شاركت فيها منتخبات مثلت محافظات البصرة وميسان وواسطة وذي قار. استمرت منافساتها لمدة يومين، والتي جرت على قاعة جامعة ذي قار. مقام الاتحاد العراقي المركزي للجودو بالتعاون مع اتحاد الجودو فرع ذي قار بطولة المنطقة الجنوبية لفئة الأشبال والناشئين في محافظة ذي قار هذا اليوم. اشتركت في هذه البطولة عدة محافظات تمثل محافظات جنوب العراق اللي هي البصرة وميسان والمثنى وواسط وذي قار. استطاع منتخب ذي قار فئة الأشبال والناشئين احراز المراكز الأولى لهذه البطولة. بالنسبة للتنظيم، التنظيم راح يكون يعني على مستوى تسقيط فردي، تسقيط فردي. النزالات، مدة النزالات، الوقت المباراة 3 دقائق. احنا نطبق القانون الدولي، لا تساهل في القانون الدولي لا لاعب شاب ولا أشبال ولا ناشئين. القانون يسري على الكل، وبعض اللاعبين مستوياتهم جيدة بالتحكيم، المدربين يشرحوا لهم القانون. مستويات كبيرة أظهرها اللاعبون خلال جولات المنافسة، مما دلت على استعداد المنتخبات إلى المنافسة وحصولها على منح اللقب. كما أكد المعنيون على ضرورة الاهتمام بالطاقات التي أفرزتها البطولة وما ينتظرها في مستقبل كبير. وصلنا الإنجاز الأول على الأشبال، وأريد أن أفرع محافظتي أهل الناصرية بالوزن 52، ولعبت ويا السماء ويا البصرة ويا الناصرية وحصلت الأول الإنجاز، وإن شاء الله الجايات أفوز. إذن حدة التنافس بهذه البطولة أفرزت خامات متميزة تنذر بمستقبل واعد إذا ما حظيت بالرعاية والاهتمام فيما حصد منتخب ذي قار لأشبال والناشئين على المركز الأول، ومنتخبي واسط وميسان على المركز الثاني. لبرنامج شمس الفلوجة أسعد الفياض